السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أمريكا تعلن تفاصيل أكبر هجوم لصنعاء في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل. أعلنت أمريكا أن قوات صنعاء نفذت هجوما كبيرا على سفنها في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: نفذت القوات اليمنية هجمات واسعة بنحو 6 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة، إضافة إلى هجوم بزورق حربي، وذلك عقب يوم على تنفيذ هجوم مماثل تم ب9 طائرات مسيرة وزورقين حربيين، إضافة إلى صاروخ باليستي. وأكدت القيادة الأمريكية فشلها في التصدي للصواريخ، زاعمة اعتراض عدد من المسيرات وزورق حربي. ومع أن العدد الذي أعلنه الأمريكيون أقل بكثير مما يتم تنفيذه فعلاً وفق مصادر ملاحية، إلا أن وتيرة هذه العمليات وتصاعدها بشكل كبير خلال الساعات الماضية يشير إلى حجم المواجهة، خصوصاً وأنه يأتي مع استئناف القوات الأمريكية نشاطها العسكري في البحر الأحمر بعد توقف دام لأيام بفعل إخراج اليمن حاملة الطائرات آيزنهاور عن الخدمة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.